على اليوم الجهاز التنفسي راح اعطي معناتها الخميس هلا نعمل اعلان انه الخميس بنعطي فئة الاحد عشان تمشوا بالاسابيع القادمه دي كله بنفس الاسبوع يكون الكل الدوران دكتور اليوم الخميس لا الخميس هذا لا جهاز تنفسي بعطيني لا فئة يوم الاحد لا امبارح الاحد ما عطوا على الجهاز التنفسي طبعاً أولاً كبداية الجهاز التنفسي له وظيفة له مجموعة من الوظائف لو تسمع صوت له مجموعة من الوظائف له مجموعة من الوظائف أهمها تأمين O2 للجسم وتخليصه من CO2 هاي أهم وظائف له مجموعة من الوظائف الأخرى ما بساهم بتنظيم pH الدم الوظائف تأمين يعني بعض أجزاء منه الحنجرة اللي بتساهم بإصدار الأصوات بس الوظيفة الرئيسية للجهاز التنفسي هي تأمين O2 للجسم وتخليصه من CO2 هلا مكونات تشريحية للجهاز التنفسي طبعاً إحنا بهمنا الوظيفية هلا من الناحية الوظيفية للجهاز التنفسي يمكن تقسيمه إلى قسمين مكان تبادل الغازات اللي هو الرئتين وشايفين إحنا الرئتين موجودة بجوف الصدر ويفصلها عن جوف البطن الحجاب الحاجز اللي بتكون بشكل عضلي مقعرة تقعيرة نحو جوف الصدر إذا هلا من الناحية الوظيفية هي ممكن أن نتقسم الجهاز التنفسي إلى قسمين مكان تبادل الغازات هو الرئتين وسبيل هوائي سواء يعني سبيل هوائي يعتبر بمثابة على شكل مضخة يؤمن إيصال الهواء إلى هالمكان التبادل الغازي ومن ثم أخرجه طبعا هلا هالسبيل التنفسي مؤلف من طرق هوائيه علويه اذا شايفين انف وتجويف الانف والبلعوم هاي واللي هو طريق مشترك لكل من الجهاز الهضمي والتنفسي هاي اذا طرق هوائيه علويه وطرق هوائيه سفليه اللي سميناها سبيل تنفسي يبدا بالحنجره اللي لها وظيفه إصدار الأصوات وإلى الرغامة طبعاً الرغامة ثم تنقسم إلى القصبتين الرئيسيتين ثم تنقسم هذه الانقسامات حتى نوصل إلى الأسناف اللي هي مكان تبادل الغازات هلأ بشكل